واللي هو التغذية الخاصة بالأمراض المزمنة. تحدثنا يوم أمس على مرض السرطان، على السرطان بجميع أنواعه وعلى التغذية الخاصة به. اليوم نعم. ماذا تقترح؟ عليا هي جميع كيف ما كان الحال جميع الأمراض، يعني الشخص ملي كيعرف راسه أنه عنده مرض ما وتشخص كيف ما كان الحال النوع ديالو، فلازم بعد على الأقل يرجع المسائل الطبيعية وما يزيدش في هذا المرض، هذا ما يزيدش فيه تسممات كيماوية وما يزيدش فيه تسممات أخرى وما يزيدش فيه بالتلوث وما يزيدش فيه بالحالة العصبية كذلك. الناس ما يحاولوا ما أمكن تكون الأعصاب ديالهم هذا، أو خي يسمعوا بأن راه عندهم سرطان ولا يسمعوا بأن راه عندهم مرض مزمن، يعني الحالة العصبية ما غادا دير لهم والو، ما غادا تزيد لهم والو، بالعكس خصهم يقبلوا المرض، خصهم يقبلوا المرض، وأن إن شاء الله كيف ما كان الحال يديروا الدعاء لله سبحانه وتعالى والشافي أولا، ثم أشياء نحن نتسبب الأشياء، نحن مدعوون في ديننا باش نتسبوا الأشياء، أي شيء حتى شرب الماء راه تيتسمى سبب. نقترح اليوم الأمراض الآن اللي ولات يعني كثيرة بزاف، أكثر من السرطان وأكثر من أمراض القلب والشرايين وأكثر من جهاز الهضمي، هي الحساسية. نعم. الحساسية والربو. الأمراض الحساسية هي مش ليست أمراض جرثومية ولا أمراض تسممية ولا أي شيء، هي أمراض كتجي من بعض المكونات اللي كاينة في الأغذية وفي الهواء وكاينة حتى في يعني في الأشياء ديال المنزل بحال الغمولة اللي كتشد لي زكريا بحال بعض الأشياء هذه، هذه كتسبب حساسية في الجسم. معنى الحساسية مش بالشخص تا ياكل واحد الكمية كبيرة ديال المسبب الحساسي، هي ديكلونشمون، هي غير واحد الأثر ديال واحد المكون هو اللي كينوض هذه الحساسية في الجسم، يعني الجسم كيتفاعل معها، ويعني الحساسية إما تتكون جلدية بحال الهيستامين، الناس اللي كياكلوا بعد الماكلة قديمة ولا حاجة كتكون فيها الهيستامين كيبداو يحكوا اللي كنسموها تاورديت، هذيك حتى هي داخلة في الحساسية، يعني حتى هي داخلة معها، هي اللي كانت من قبل، هي اللي كانوا الناس كيعرفوها، ملي كياكل شي حاجة كيوردد يعني كيخرجوا في بقع حمراء وكيبقى يحك الايتشين، وهذا الحكان هذا هو الجسم كيتفاعل، كتوقع ريبسيون، الجسم خاصو يرمي هذيك الماده هذيك وكيتفاعل معها بهذا الشكل. ولكن الان الحساسيه اللي كيعرفوا الناس اللي كيعنيوا بها كلمه حساسيه هي الخنيق اللي كيتخنق في التنفس ديالو. عليين كاين انواع كثيره ما يمكنش نحصيوها، كاين واحد الحساسيه قليلة جدا اللي كتجي كتتفاعل مع الجسم بالانتفاخ ديال الأعضاء. الأعضاء كينتفخوا خصوصا اللسعات ديال بعض الحشرات، يعني لهذه الكبد والرحيم والأمعاء كل شيء كينتفخ، كيولي الحجم ديالو مضاعف ثلاث مرات وأكثر. ولكن هذه الحساسية ديال لي سينيزيت وديال لي زاليرجي، زعما الحساسية اللي كتشد الحنجرة واللي كتشد الجهاز التنفسي العلوي، علاش؟ لأن هذا المشكل ديال التنفس هو جاي من داخل الجسم، أن هاد المكونات كتحبس هذوك يعني الشعيرات، يعني لي زالفيول ديال البومون، كيوقع واحد الاختناق، وما كيوقعش الليل كله، كيوقع غير واحد الوقت في الليل اللي كيوقع لي في الأول، ولكن غالبا الحساسية يعني هاد الناس اللي عندهم اختناقات ما كتكونش من جوج ديال الصباح واللور، يعني كيلاحظوا على انهم كينعسوا كيف ما كان الحال، خادو ولا ما خادوش، ملي كتوصل 3 ديال الصباح يعني والفوق يعني حتى الفجر هذو كينعسوا، كتكون الحساسيه في الاول. علاش؟ لان كيكون الشخص باقي ما هضمش وباقي واكل وباقي عنده اليرجينات اخرين اللي مزيودين على الحساسيه اللي عنده، كتكون عنده حساسيه للبرد، كتكون عنده حساسيه للروائح، كتكون عنده حساسيه مثلا للغبار، عنده حساسيه للاشياء اللي تاكلها. فهاد انواع الحساسيه كلها لازم الناس يحبسوا بعد الاليرجينات اللي كيسبوا لهم الحساسيه. يعني الدواء طبعا لان هذه كتكون حاله شويه يعني خانقه، الشخص بعد مرات كيمشي للمستشفى كيديروا ليه اكسجين، نعم هذه اسعافات اوليه لا بد منها، لان بعد مرات كتسفر على اشياء اخرى لا بد منها، يعمل اكسجين ياخذ حتى يعني فونتولينا ولا حاجه ولا ياخذ حتى كورتيكويد، المهم في الاول لازم هذه الازمه الشخص ياخذ دواء، يعني ما فيهاش، لان غادي كاينين اشخاص اللي حالات ديال الوفيات، حالات ديال الوفيات، لا وقعوا حالات ديال الوفيات، كانوا اختناقات وكانوا الناس يعني مات، يعني الحاله ملي كتكون كريز، ملي كتكون هذا المشكل ديال الازمه، الشخص لازم يكون تحت الاسعاف، لازم ياخذ دواء. من بعد عادي بدا يشوف الاشياء اللي نوضت لي الحساسيه، الاشياء اللي سبت لي الحساسيه، يدير واحد اللائحه. الناس سبحان الله كاين اللي عنده 35 و40 عام
وعنده الحساسيه وما عارفش الاشياء اللي كتسبب ليه الحساسيه ما قدرش يوضع واحد اللائحه واللي يقول هذه الحاجه راه كدير لي الحساسيه ما ناكلهاش. يعني بحال المكسرات، القائمه كتجي فيها المكسرات هما الاولين، اللوز والقرقاع والزنجلان والكاوكاو. نعم. والبيستاش، يعني البيستاش المغاربه ما كياكلوش، ما عندناش غير الناس اللي كيدخلوه من برا. يعني الكاوكاو كاين يعني في المغرب، والحساسيه الناس اللي عندهم الحساسيه يحبسوا بعدا هاد المكسرات، اللوز والقرقاع والكاوكاو والزنجلان والكرفس والبيستاش. هادو بعدا هادو جميع انواع، حتى ولو كانت حساسيه للغبار ولا البروده يحبسوا بعدا هاد، لان فيهم الالرجينات وغادي يزيدوا. ثم كاين الان ولا عندنا مشكل ديال القمح ومشكل ديال الكازيين ديال الحليب. نعم. كاين ماشي كل شيء، ماشي الناس كلهم، كاينين الناس اللي عندهم حساسيه للكازيين ديال الحليب ديال البقر على الخصوص، وكاينين الناس اللي عندهم حساسيه للقمح يردوا البال. كاين العيالات اللي كيكونوا يعجنوا ولا يغربلوا ولا حاجه، كاين المراه اللي كيدخل لها القمح في نيفها وكتخنق وما كتعرفش، كيكونوا دموع عاد يزين وتخنق ما كتعرفش راه عندها حساسيه للغبار ديال القمح. خاص على الاقل النساء خصوص اللي عليين في البوادي على الخصوص اللي كيعجنوا، لان حتى في المدن النساء اللي كيكون عندهم واحد الاتصال بالقمح بالقمح يعني دقيق القمح، الا دخل لهم في نيفهم ولا شدوه بيديهم ولا حاجه ولا ودار لهم حساسيه خصهم يتجنبوا هذا الجلوتين ديال القمح، لان حتى هو مشكل. يعني ولا هاد جوج المكونات ما كانوش من قبل، الحليب والقمح ما كانش من قبل، ولكن دابا العالم الغربي عنده مشكل كبير مع الكازيين ومع الجلوتين، عنده مشكل كبير. حتى بالنسبه للتوابل مثلا الابزار ولا الكامون، لا كان كيتصدق كنشوفوا بعض الناس اللي كيبداو كيعطسوا كيحكوا المناخر ديالهم والعينين، لا التاثير القوي ديالهم وصافي ولا ماشي حساسيه؟ لا 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 عطيش الى غير حاجه دخلت لك نيفك غادي تعطس طبعا، لا هذا ماشي مشكل. التوابل ما عندهمش يعني الالرجينات اللي معروفه عندنا الا كانوا غملوا، الا كانوا قدام وكانوا غاملين، هذيك الغمله هي اللي كتسبب الحساسيه ماشي التوابل. التوابل بالعكس، التوابل حارين، يعني ملي كتكون الحاجه حاره هذوك لي بيكا هذوك هي اللي كتادي بها العطس. لا ما كاينش مشكل، كاين اشياء كثيره كتعطس، ماشي العطس، العطس ماشي هو علامه كبيره، العلامه كبيره العلامه الخايبه هي هذيك لي ديوين، هي ملي كيتخنق الشخص، ملي كتنفخ ليه هذيك اللحمه ديال القرجوطه وكيتنفخ كيتخنق، هذا هو المشكل الكبير. يعني كاين اللي الشوك هذاك الانافيلاكتيك هو اللي واعر شويه، كاين اللي كيقرصوه بعض الحشرات اللي كيتخنق صافي ما كيبقاش يدوز النفس كيهزوه ليزيرجونس. هذاك الشيء اللي قلت انا الاسعافات الاوليه لابد منها، يعني لابد الشخص لو وقع لبال شاف راسه ماشي هو خاصو يمشي للمستعجلات في اقرب وقت، لان هذه الحالات كما قلت هي عطات بعض الوفيات. نكمل اللائحه. نعم. كاين المشكل ديال الكروفيت، كاين المشكل ديال الكروفيت هو كيتزاد في اللائحه، وكاين الان المبيدات، يعني الخضار ملي كتكون في مرشوشه بكثيره فيها المبيدات بكثره، المبيدات والبلاستيك هادو عندهم مشكل ثاني ديال الحساسيه للاطفال الصغار، خصوصا الاطفال الصغار الان الحساسيه. نعم. يعني كنلاحظوا على ان المبيدات هما اللي كيسببوا هذا المشكل. ثم التغيير الوراثي، دابا هذا الانتاجات يعني ماشي النباتات، مابقاش نبات واحد، النباتات يعني المغيره وراثيا، وهذه النباتات المغيره وراثيا كتكون بعض المرات في العلف ديال الحيوانات. كل الحيوانات كل بما في ذلك الدواجن، يعني الدجاج والبيبي وحتى البقر والغنم، الناس اللي كيسمنوا اللي كيعلفوا، المشكل ديال المنتوجات المغيره وراثيا اللي كتكون في العلف، المشكل ما كاينش في اللحوم ولا في الحليب، المشكل كاين في العلف. هذه المنتوجات هذه هي اللي كتجي عبر اللحوم ولا عبر الحليب ولا عبر البيض ولا شي حاجه، هي اللي كتسبب للاطفال الحساسيه. فالاشخاص يشوفوا ماشي كل شيء، الاطفال اللي عندهم الحساسيه خاص الامهات والاباء ديالهم يشوفوا يديروا واحد اللائحه ويشوفوا الاشياء اللي كتضر الطفل. لان اللي معروف على لو جي ام، اللي معروف على التغيير الوراثي في العالم، هو انه الان اللي تبت علميا الاشياء اخرى بقى ما تبتتش، ولكن اللي ثابت 101% هو الالرجينات، هو المشكل ديال الحساسيه. يعني ان هذا التغيير الوراثي هو يسبب للحساسيه. وحنا كبلد، يعني المغرب كبلد اخضر، يعني هذا غير نداء ان الاستراتيجيه ديالنا خاصه تتجه المنع هذا التغيير الوراثي باش يدخل الوطن. يعني علاش؟ لان المغرب اخضر وباغي ننتجوا الطبيعي، القوه ديالنا في الطبيعي وعندنا انتاج، فخص القانون ديالنا خصو يمنع منعا كليا دخول اثر التغيير الوراثي للبلاد، يعني باش نبقاو يعني بلد قوي. يعني التغيير الوراثي الان يغزو العالم بما في ذلك الدول الغرب، بحال مثلا فرنسا واسبانيا، وهذه دول سمحت الان بالتغيير الوراثي، كاين الهند، كاين الصين، كاين ارجنتين، مكسيك، كندا، الولايات المتحده، كاين سريلانكا، كاين افريقيا الجنوبيه، حتى مصر دابا داخل اللائحه ديال التغيير الوراثي. هذا هو المشكل،
يعني خص هذه القضية الآن الحساسية، خص الناس يعقلوا على هذه القضية دي بأن التغيير الوراثي هو أول عامل وقاش المكسرات، أن الأخطر ما كاين الآن اللي كيسبب الحساسية هو النباتات المغيرة وراثيا والمنتوجات المغيرة وراثيا، تكون نباتية ولا تكون حيوانية ولا تكون توابل، تكون قطاني، تكون حبوب، تكون منتوجات الحليب، منتوجات اللحم، تكون أي حاجة مغيرة وراثيا. فهذه هي المشاكل. وكاين بعض المنتوجات المستخرجة من نباتات مغيرة وراثيا بحال الزيوت، يعني كاين دابا السوق الدولية فيها زيوت، والذرة، الذرة والصوجة الآن اللي كيتستخرجوا منها الزيوت هي مغيرة وراثيا. طبعا الزيوت اللي كاينه الان في السوق الدوليه هي زيوت مستخرجه من نباتات مغيره وراثيا. خص الناس يعرفوا هذه المعلومات هذه، لان ما غاديش نبقاو غاديين بحال ما حنا ما عارفينش. خص كنسميو بالدرجه يمكن نقولوا ملقم، هذا هو نسمعوا هذا لا ماشي ملقم، بالعكس هو لا هو عكس تماما، هو عكس التلقام. بالعكس التلقام هو احسن تقنيه وارقى تقنيه. التلقام جيد، كنا كنلقموا العناع بفليو، كنلقموا الزيتون بالجبوج، وكنلقموا مثلا التفاح، هذا الاشجار اللي كنلقموها، ولا حتى النباتات اللي بالعكس هذا هو اللي بغينا، هذا هو اللي خص المغرب ينهج. التغيير الوراثي يعني كنغيروا التغيير الوراثي، لا التغيير الوراثي وادخال جينات اجنبيه على النوع، وكتعطي ملي هذاك النبات هو نيت كيتفاعل معها من بعد كيعطي حساسيه عند الانسان. يعني الان اللي ثابت علميا ان الان كاين تكونت جمعيات قويه جدا في امريكا وفي اوروبا، جمعيات قويه جدا هي اللي دارت ابحاث على حسابها، عملت ابحاث على حسابها، ويعني بينت على ان هذا التغيير الوراثي هو يعني الانسان غادي يعني النهايه ديالو، يعني رغم ان بعض الاقاويل كتقول بان الارض غير كافيه وبان الامن الغذائي، هذه اقاويل باطله وكاذبه، لان الارض كافيه للبشر وان هذه غير اغراءات فقط. اما الانتاج الطبيعي بحال المغربي، لانتاج الانتاج ديالو الطبيعي هو كافي لسكان المغرب، وانتاج نقي وانتاج قوي وانتاج جيد، لان جميع المنتوجات ديالنا اللي كنصدروها هي منتوجات راقيه. نعم. والمنتوجات اللي كنستوردوا هي منتوجات متدنيه، خاصنا نعرفوا هذه القضيه. اذا نحافظوا على المنتجات ديالنا اكثر ما يمكن. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد الفايد، الوقت كيداهمنا. يوم غد باذن الله حلقه اخرى معكم دكتور.